من أكتر الحصريات المنتظرة من سوني هي Crash Bandicoot Insane Trilogy اللي أخيراً نزلت يوم 30 يونيو بشكل جديد تماماً. التلات ألعاب بتوع Crash اللي هما Crash Bandicoot و Cortex Strikes Back و Warped بينزلوا لنا تاني كنسخة محسنة، بس المعتاد اللي عارفينه عن النسخ المحسنة إنها مثلاً نفس النسخة لكن بجرافيكس أحسن بكتير أو حاجة بسيطة خالص. لكن المطورين Vicarious Visions أبدعوا بصراحة، لأن إحنا في Crash Trilogy بنشهد معنى كلمة الريماستر بجد. لعبة شكلها مختلف 1000000%، وفعلا اتعملت من أول ويكند. والريفيو ده هيتكلم أكتر عن المقارنات ما بين الأجزاء القديمة والنسخة المحسنة، لأن فعلا الاختلاف واضح في حاجات كتير جدا من الجرافيكس ونظام حركة Crash أو الأنيميشنز بشكل عام. لكن قبل ما نبدأ، ياريت كل المشاهدين اللي بيتفرجوا على الفيديو لو Crash كانت جزء كبير من طفولتك اعمل لايك وسبسكرايب، ولو لا اعملوا لايك برضو عادي. القصه المشهوره ما اتغيرتش اكيد، اللي هي عباره عن دكتور كورتكس كان بيعمل تجارب على حيوانات، وكراش هو بانديكوت غلبان اتعمل عليه التجارب عشان يكون وحش بطبيعه انسان. وطبعا كل البوسز والحيوانات اللي بتواجهوها هي ضحيه من التجارب دي. مفيش حاجه اتغيرت في القصه ولا في المشاهد او تقفيل اللعبه وكده. اكتر حاجه اتغيرت وبتلاحظ الفرق الرهيب هو اول جزء بالذات، لما تشوف البوس فايتس اتش دي بشكل جديد تماما، وقد ايه تفاصيل الشخصيات اختلفت عن الاصليه. بقينا شايفين وقادرين نحط وشوش على شخصياتنا المفضله. طبعا نقط كتير جدا على الجهد الضخم في تطوير اللعبه من اول وجديد، يعتبر اصلا من الصفر كمان، عشان يرجعوا ذكريات طفولتنا بشكل حديث ومحسن. لان من الطبيعي انك لو حنيت للماضي وحبيت تلعب سلسله كراش هتواجهك مشاكل كتير. اولا لازم تحاول تلاقي بلاي ستيشن 1 او بلاي ستيشن 2 شغالين وربنا معاك في السي دي او الميموري اللي مفروض تلاقيه عن لعبه كراش. تاني حاجة، مستحيل اصلا انك تقدر تلعب اللعبة بالاسلوب القديم بتاعها من ناحية الجرافيكس وهكذا. فانك تقدر تلعب كراش بشكل جديد وعلى بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 4 برو 4K والتلات اجزاء في نفس البندل حاجة قوية جدا. نتكلم اكتر عن اللعبة وهي موجهة لانهي فئة من اللاعبين. عشان معظم الجيل لعب كراش والاجيال القريبة مننا، اللعبة عاملة ضجة ضخمة. وبرضه لو صغار السن، اسلوب اللعب اكتر من مرح ومتنوع واحيانا صعب، فمناسب جدا ليهم، بالذات ان هما كمان مش عارفين القصه عباره عن ايه. اما الجيل الجديد الاعمار اللي تحت 18 سنه، من الصعب انهم يبقوا مهتمين بالسلسله. بالنسبه لي انا لعبت كراش زمان وكنت فعلا مستنيه النسخه بفارغ الصبر، ومش قادره استنى لحد ما العبها تاني. بس المشكله اول ما لعبتها وصورناها لكم في فيديو جيم بلاي، حسيت اني مليت بسرعه، وانا بصور فوتج للمراجعه برضه ما حسيتش بالمتعه المهوله اللي كنت فاكره اني هحسها لما العب اللعبه، او اللي انا كنت حاساها وانا بلعب اللعبه زمان. هو احلى ما في الموضوع استرجاع ذكريات زمان وحنينك للماضي، لكن غير كده احنا زهقنا جدا. اسلوب اللعب متكرر بشكل كبير. يا ريت لو كانوا مثلا ضافوا اختيارات صعوبه، لان الديفيكولتيز كانت هتخلي اللعبه يبقى ليها روح اكبر بكتير. وطبعا بما اني فاكره اللعبه شويه، وده مثلا مش جزء جديد او حاجه ما شفناهاش قبل كده، ما كانش فيه اي انبهار قوي من ناحيه اختلاف الاماكن او القصه غير موضوع الجرافيكس. ده مش عيب في اللعبة على قد ما هو مشكلتنا احنا، لان العاب زمان عمرنا ما هنستمتع بيها زي ما كنا بنستمتع بيها زمان، وعشان كده مش بنحب او بنفضل ان العاب القديمة قوي ترجع تاني للحياة بسعر اللعبة كاملة جديدة اللي هو $40. اللعبة من 1996، فطبيعي هنستمتع بالذكريات اكتر من اللعبة نفسها. عكس مثلا لما لعبة زي Modern Warfare يتملها ريماستر، هنا الاراء تختلف لان هي اقرب بكتير في العمر. في ناس هتقدر تلعبها وتستمتع بيها بجد، وفي ناس هتحن للماضي وايام عزة Call of Duty، لكن مش هتقدر تتعمق في اللعبة. اللعبة فيها شوية باجز خفيفة لكن سلسة جدا ومطورة بإتقان شديد عشان تبقى قابلة للعب وجذب الناس. بس المشكلة أول حاجة اللي خيبت أملنا، إن اللعبة بتشتغل 30 فريمز بير سكند بس على بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 4 برو. وال 30 FPS حاجة مش مقبولة بصراحة، لأن من أكتر الحاجات اللي ضايقتني في اللعبة، بالذات إن أصلا على بلاي ستيشن 1 اللعبة كانت شغالة 30 FPS. فمش معقولة كل السنين دي وكل حاجة بتتطور في الكونسولز إلا عدد الإطارات. الجرافيكس بلا شك في اللعبة تجنن، والمية والتلج والحاجات البسيطة اللي بنشوفها في الشخصيات وتفاصيل وشوش الشخصيات، وبالذات تطوير البوسز أو البوس فايتس عامة القديمة بالمنظر القوي ده.
فعلا دي من اكبر المميزات اللي في اللعبه. حاجه تانية ان النسخ المحسنه عمرها ما بتبقى مبذول فيها كل الجهد ده، وبرده الحاجات المضافه الجديده هي الانيميشنز بتاعه الموت لما كراش بيموت. كنسخه محسنه بندي المطورين 10 من 10 كجهد في تطوير اسطوره من اساطير العاب زمان، لكن كلعبه نزلت في الجيل ده للناس عشان تشتريها وتلعبها بندي اللعبه 6.8 من 10 للاسباب اللي موجوده على الشاشه. وبس، اتمنى يكون الريفيو عجبكم وفاتكم، ولو حصل يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وقولوا لنا تحت في التعليقات ايه رايكم في اللعبه ولو هتشتروها ولا لا. باي.